السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التلفون الجديد الـ S21 Ultra. العيوب اللي فيه، الأول اللي هي الواي فاي دايركت، يعني أصبح لن ترسل أي مثلا مستندات ولا صور ولا شيء عبر الواي فاي. ما هيش يعني ما عندهاش هذيك السهولة من قبل، ضروري تعمل على الكويك شير حاجة زي كذا. ما هلوش الخيار، ما غير متوفر إطلاقا. اللي عندك فقط البلوتوث، فقط البلوتوث، أما الواي فاي شير أخذوها وأزالوها. الشيء الثاني التصوير الليلي مقارنة بالاس 10 بلس يعني نفسه، ما في شيء اختلاف، ويعني حتى لو اهتزت عليك الكاميرا يطلع التصوير أي كلام. والثالث مشكلة، واللي هي من أكبر المشاكل، إن تم إلغاء الميموري، الذاكرة الخارجية، فأصبحت فقط ذاكرة داخلية غير قابلة للتمديد. وثالث رابع عيب، اللي هو لما تشتري جديد ما يجيش في العلبة الشاحن تبع الحائط أو في الكبس، فقط يجيبوا لك الواير اليو اس بي فقط. كمان الشيء الخامس اللي هو سرعة الشحن بطيئة جدا، يعني تحتاج تشتري شاحن خاص قوي. آخر شيء اللي هي عندك يعني غروق في الزوم تبع الكاميرا، يعني توصل يقول لك إلى 2x أو مش عارف مدري كم متر، ولكن تجي تصور يعني على بعد تأخذ الصورة تطلع يعني جودتها يعني قمامة، ما مش قادر تشوف ولا شيء، يعني فقط الاستعراض، الزوم الاستعراض، لكن تجي تصور صورة تأخذ صورة ما تطلعش واضح خالص. وهذه العيوب لحد الآن. نفس الوقت التلفون وزنه ثقيل، فإذا عندك S21 أمين عندك الـ S10 Plus فانتظر، لربما يحدثوا في S22 تلفون 22، إذا في تحديث حلو اشتري، أما هذا ما يستاهلش.